السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم الفرض الأول، الدورة الأولى من المستوى الخامس ابتدائي. إذا كنت درت معكم مادة النشاط العلمي الفرض الأول نموذج رقم واحد، اليوم إن شاء الله غادي نديروا النموذج رقم اثنان. كنتمنى أنكم تفاعلوا معه أكثر وغادي يفيدكم بإذن الله. إذا الفرض الأول، الدورة الأولى، النموذج رقم اثنان دائما في مادة النشاط العلمي بالنسبة للمستوى الخامس. إذا عندي هنايا ثلاثة ديال الأنشطة، نشاطين باللغة العربية ونشاط ثالث وهو باللغة الفرنسية. لنبدأ بالنشاط الأول، انتبهوا معي. النشاط الأول، أملأ الفراغ بما يناسب. إذا هاد الفراغات هادو نملؤهم بما يناسب. إذا شحال عندي ديال الفراغات؟ عندي ستة ديال الفراغات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، وعندي ستة ديال الكلمات غادي نكمل بهم. إذا القلب عبارة عن تدفع الدم إلى جميع أعضاء الجسم. إذا القلب هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن مضخة، قريناها في الدرس. إذا هو عبارة عن مضخة، هو عبارة عن مضخة تدفع الدم إلى ماذا؟ إلى جميع أعضاء الجسم. إذا حيدو مضخة، إذا المضخة تدفع الدم إلى جميع أعضاء الجسم عبر العروق الدموية. عبر العروق الدموية تنقل ماذا؟ إذا نمشي ونحيد العروق الدموية، إذا عبر العروق الدموية تنقل مواد القيت والأكسجين. شكون اللي كينقل مواد القيت والأكسجين؟ واش الدم، الشعيرات الدموية، ولا الشرايين، ولا النفايات؟ طبعا الحالة الشرايين. إذا تنقل الشرايين مواد القيت والأكسجين، وتحمل الأوردة، والأوردة تحمل الشرايين تنقل مواد القيت والأكسجين، بينما الأوردة تحمل النفايات كثنائي أكسيد الكربون للتخلص منها. هذه النفايات يتخلص منها عن طريق الأوردة، ويتم على مستوى نحيد الشرايين وكذلك النفايات، كيبقى لنا الدم والشعيرات الدموية. إذا ويتم على مستوى ماذا؟ واش الشعيرات الدموية ولا الدم؟ على مستوى التبادل بين الأعضاء، وطبيعة الحال يتم على مستوى الشعيرات الدموية. الشعيرات الدموية، إذا يتم على مستوى الشعيرات الدموية التبادل بين الأعضاء والدم، طبيعة الحال بين الأعضاء والدم. إذا التبادلات تتم ما بين الأعضاء والدم. إذا نقرأ الفقرة، القلب عبارة عن مضخة تدفع الدم إلى جميع أعضاء الجسم عبر العروق الدموية، وتنقل الشرايين مواد القيت والأكسجين، وتحمل الأوردة نفايات كثنائي أكسيد الكربون للتخلص منها، ويتم على مستوى الشعيرات الدموية التبادل بين الأعضاء والدم. إذا هذه فقرة كانت تتعلق بالجهاز الدوران. إذا هذه الفقرة هذه كتعلق بداك الدرس دي. إذا هذه الفقرة كانت كتعلق بالدرس ديال الجهاز الدوراني، أعضاؤه وكذلك ووظائف هاته الأعضاء لدى الإنسان. نعم، دوزو لا دوزيام كيستيون كي اون فرونسي، اكري فغي او فو دوفون شاك فراز. إذا غنكتبو هنايا فغي صحيح إلا كانت العبارة صحيحة، وغنكتبو فو إلا كانت العبارة خاطئة. إذا لا فين كوندوي لو سون دي زورغان فيغ لو كور. إذا الأوردة تنقل الدم من الأعضاء إلى القلب، واش صحيح ولا خطأ؟ الدور ديال الأوردة وهو نقل الدم من ماذا؟ من الأعضاء نحو القلب. نعم صحيح، إذن vrai. Très bien. إذن la veine conduit le sang des organes vers le cœur. Vrai. L'oxygène de l'air passe dans le sang à travers les vaisseaux sanguins. واش هنايا بصح الأكسجين ديال الهواء، الأكسجين ديال الهواء كيدوز أو بيان باس دون لو سون، كيدوز للدم أترافيغ، عن طريق الشعيرات الدموية. إذا ماشي عن طريق الشعيرات الدموية بل عن طريق لي زالفيول بولمونيغ، داكوغ؟ دونك هادي عبارة خاطئة. عبارة الثالثة، لي غان سون دي فغي فيلتر، الكلي هما مصفات حقيقية. نعم، إذا الكلية هي مصفات حقيقية، وغنديرو فغي. Le besoin en énergie du corps, يعني الحاجة الطاقية للجسم، diminue avec son activité. يعني كتنقص الحاجة ديال الطاقة منين كيزيد النشاط. واش فغي هادي؟ هادي فو. علاش؟
لأنها العكس. لو بوزوا اون انرجي دو كور اوغمونت افيك سون اكتيفيتي، يعني كل ما كان لاكتيفيتي كبير، يعني النشاط اللي هو كبير، كل ما زادت زاد الاحتياج ديال الطاقة. صافي. دونك لافين كوندوي لو سون دي زورغان فيغ لو كور فري، لوكسيجين دو لير باس دون لو سون اترافيغ لي فيسو سونغان فو، لي رين سون دي فري فيلتر فري، اي لو بوزوا اون انرجي دو كور ديمينو افيك سون اكتيفيتي سي. نمر الآن إلى النشاط الثالث والأخير في هذا الفرد، وهو نشاط سهل جدا. أتمم الرسم التالي بكتابة أرقام الكلمات التالية. إذن عندي بعض الكلمات وعندي واحد الرسم وهذا. السؤال الأول هو أنني غادي نكمل هذا الرسم بكتابة الأرقام. إذن عندي واحد كلية، ثانيا شريان أو شريان، ثالثا وريد، رابعا وريد، ثالثا وريد، وهنا يا رابعا وريد عودتها. دونك هنايا وريد كاينه غير واحد المره. خامسا احليل، وسادسا مثانه، سابعا حليب. نورمالمون هنا خاصها تكون أربعة، وهنا خمسة، وهنا ستة. نعم، اذا سنبدا. اولا سنبدا بالكليه، رقم واحد هي، اذا نديرو هنايا كليه. نعم. رقم اثنان هو الشريان، اين يوجد الشريان؟ هو اللي باللون الاحمر، اذا اثنان كتم التبادلات. ثم ثالثا عندنا وريد، وريد وهو باللون الأزرق. ثم رابعا، رابعا عندي الذي ينقل البول إلى المتانة وهو الحالب، أربعة. ثم خامسا، خامسا لدينا المتانة وهي هذه متانة البولية، المتانة البولية. ثم سادسا وأخيرا عندي الحالب. Pardon. هنا عندي الحليب، هنا عفوا الإحليل وليس الحليب، هنا الإحليل. إذن رقم خمسة، رقم أربعة، فينا أربعة هو لا، إذن هنا ستة، هنا ستة. الحليب هو رقم ستة بينما الإحليل رقم أربعة. صافي. إحليل هو رقم أربعة. إذن هنا رقم واحد كلية، رقم اثنان شريان، رقم ثلاثة وريد، رقم أربعة الإحليل، رقم خمسة المتانة، ورقم ستة هو الحليب. سؤال الموالي يعطي عنوانا مناسبا للرسم. إذن غنحاولو نعطي واحد العنوان اللي هو مناسب لهذا الرسم هذا. إذن هذا الرسم هذا شنو كيبين ليا؟ إذن هو رسم تخطيطي لماذا؟ للجهاز البولي. إذن نديرو رسم تخطيطي للجهاز، للجهاز البولي، للجهاز البولي. اذا وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الفرد رقم واحد، الدوره الاولى، النموذج رقم اثنان، ماده النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي، الموسم الدراسي 2022-2023. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. درنا مجموعه من الفروض ومجموعه من الدروس. مجموعه من الفروض غادي تلقاوهم في لي ليان ديسكريبسيون، في الديسكريبسيون غتلقاو بزاف ديال لي ليان، دخلوا ليهم وغادي تستافدوا، انا متاكد. عندنا في اللغه الفرنسيه كذلك، النشاط العلمي كذلك، الرياضيات واللغه العربيه الى غير ذلك من المواد. زيدوا دعموا القناه بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، بارطاجيو الفيديو والفيديوهات ديال القناه مع الاصدقاء والصديقات ديالكم باش توصل اكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات والمشتركين والمشتركات. مرحبا بكم والسلام عليكم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.